الإضافة إذا كانت في الأذان الأول أو في الأخير ممنوع، يعني الأذان هو توقيفي. الأذان توقيفي بحت بحت، ما في أي طريقة، عشان كذا بيعد الكلمات. يعني عندنا في الثلاثة صيغ للأذان الحقيقة، في صيغة للمالكية وصيغة للشافعية وصيغة للحنفية والحنابلة مع مشتركين في الأذان. فصيغة المالكية اللي هو التكبير اثنين، الله أكبر الله أكبر، ثم الترجيع بالراحة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يمد بها صوته. ده المذهب المالكي. وعند الحنفية والحنابلة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعد ذاك أشهد أن طوالي وصل الأذان، ما عندهم ترجيع. وعند الشافعية عندهم التكبير أربعة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم الترجيع، ثم مد الصوت في البقية. أي بعد ذاك يواصلوا أذان. فدي الصيغة الواردة كلها واردة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ما في تاني زيادة، لا تقبل إطلاقا إطلاقا، لا تقبل لا زيادة لا نقصان. ونحن يا شيخ سامي الغلط الكبير عندنا والله في الإقامة يا أخي، الإقامة ما قاعد في المساجد كتير ما بنضبطها يا أخي، ما بنضبطها، وبيقولوها غلط كتير جدا. يعني كتير يمكن في مساجدنا عموما الواحد هو بيجي يقيم الصلاة، هو الأذان ما شاء الله مضبوط، يعني ناس بيأذن على المذهب المالك ولا غير، لكن الإقامة قاعدين نغلط فيها كتير، يعني بيكلفتوها، وهي طبعا أصلا فيها الحدر طبعا، لكن بيأكل فيها حروف وبيزيد وبيشكلوا على كيف، وقد قامت الصلاة دي عاملة مشاكل كثيرة جدا للناس. الإقامة في المذاهب عندنا برضو ثلاثة صيغ. الصيغة الأولى صيغة المالكية، هي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. دي يلا بيحصل فيها غلط كثير. وطبعا عندنا إحنا مشكلتنا كثير برضو، واحدين ما فرقوا بين القاف والغين، فلقي واحد يقيم الصلاة بيقول غد غامت، يعني قلت له أنت بتقول للناس بكرة ما في صلاة يا أخوان، بكرة ما تصلوا، غدا غامت الصلاة عنكم. قد قامت الصلاة واحدة عند المالكية، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يلا نفس الإقامة دي عند الشافعية والحنابلة اللي هي قد قامت الصلاة بس بتكون اثنين. الحنفية إقامتهم زي الأذان كلها مثنى، حتبقى أطول من الأذان لأنه فيها قد قامت الصلاة، بس الحدر فيها الحدر. يعني قامة الحنفية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بس محذورة طبعا. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فدي الصيغة الواردة بنغلط كثير، مثلا قد قامت الصلاة مثلا يقول لك، يعني فيها حي على الصلاة، يعني كثير بيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة وحياه، ايوه ايوه حي على الصلاة ايوه. فدي دي كلها يعني دايرة لها الناس يركزوا. هل لا بد من ضبط الأذان وضبط الإقامة؟ أيوة يا أخي، دي ما عبادة، دي ما عبادة، وعبادة توقيفية وخاش في الذكر وكله خاش فيها، يعني ما فيها طريقات، وحتى الصوت ذاته يعني يختاروا لها الإنسان فعلا صوته صوت الأذان، يعني صوته إقامة يكون صوته ندي كما صوته ندي، يجعلها عند بلال فإنه أندى صوته. اللطائف ابن الجوزي رحمه الله تعالى في أخبار الحمقى والمغفلين قال واحد لما في الأذان بيأذن، جاء واحد كتله، فلما ساقوه عشان يحاكمه قال والله ما عندي به غضاضة غير أني خفت أن يشمت فينا اليهود والنصارى، يعني صوته شير يا أخي. طيب ضبط الأذان والإقامة، يعني قبل ما نطلع منه ونمشي إلى محل تاني، إحنا في الحلقات والتجويد والقرآن الناس بتجتهد إنه يعني أيوة. تأتي بالتلاوة على وجهها صحيح، لكن الأذان بيترك أحيانا يعني شخص كبير في العمر أو يعني إنسان يعني في المسجد يقوم المسجد أو غفير أو كذا، لكن لا نهتم في معظم مساجدنا بضبط الأذان ألفاظ أو مخارج أو تجويد، فالحكايه بتبقى كانها كلفته، يعني أيوة هي عباده كمان. من الغلط اللي عندنا فعلا زي ما قلت، الاذان بيدوا لي شخص يكون كبير يكون يعني شوف اولى الناس بالاذان الرجل ربنا اداه الاذان، عبد الله بن زيد الصحابي شاف الرؤيا ذاته، شاف الرؤيا المناميه، يعني ده زي ما تقول سماه شنو الفكريه الملكيه الفكريه، يعني ده اولى الناس بيفهمنا نحن كده. لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال لي علمها بلالا، أدي أبلال فإنه أندى منك صوتا، يعني أنت جزاك الله خير ربنا يعني خصاك، دي خاصية عظيمة يا أخي مش كده،
ما هو كان الناس بحثين قالوا فالرؤية المنامية نقول للمشاهدين انه مش مشغول بالموضوع ده، فرأى في المنام واحد جالس عنده بوق للبيع في السوق، فقال لي بكم تبيع البوق؟ قال لي ماذا تريد ان تفعل به؟ قال لي دار ان ادبه الناس للصلاة، فقال لي لا ادلك على ما افضل من ذلك، بدل ما اديك البوق ده انا ادلك اذا دخل وقت الصلاة فقل من له الصيغة تحت الاذان كاملة حفظه، دي من ربنا سبحانه وتعالى يعني حفظه، مش قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له والله يا رسول الله انا شفت كده كده، قال لي رأيت ملكا، انت الرؤية رأيت دي رؤية خير، قال لي ورأيت ملكا والملك يعني ربنا بعثه عشان يعلمك الأذان، وقال له علمها بلالا، يعني أكثر من كده فيش نذان يا أخوان، علمها بلال فإنه أندى منك صوتا، فعلا جاب بلال وحفظوا الصيغة وعلموا. الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة جعل كعب بن عجرة صوته ندي وصوته رخيم وصوته عالي، يعني رجل صريخ صوته عالي جدا وجميل، لما فتح مكة بقاه المؤذن في مكة يعني عبد الله بن أم مكتوم، يعني عنده برضو الصوت الجميل وصوت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شوف مؤذني الرسول عليه الصلاة والسلام اصطفاء، يعني ما ادها لي ناس يمكن على درجات، ناس أبو بكر وناس عمر وناس عثمان وناس علي وديل، لكن ده للأندى صوتا، فنحن يا ريت نتأسى بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وتبقى يعني مزلة أخيرة في الأذان، وهي صلاة خير من النوم في الأذان الأخير، دائما تعمل مشاكل في معظم قرانا يا شيخ. نعم اللي هي في وقتها يعني نجعلها في الأذان الأول أو في الأخير، لا لا الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، أنا ما إجماع لكن شبه إجماع. نعم. يعني عند يعني أكثر فقهاء الأمصار والناس اللي بيجعلها في الأذان الأول سوء فهم للفقه الحقيقة وعدم فقه، وبعدين وين الكتاب والسنة على فهم السلف؟ وين السلف قالوا؟ هو طبعا بيختلط عليهم اجعلها في اذانك يا بلال مع قول النبي عليه الصلاة والسلام ان بلال يؤذن بليل، اخذوا الحديثين ديل وبلال يؤذن بليل واجعلها في اذانك يا بلال خلاص تبقى في الاذان الاول، لا ما كده، وانما الرسول عليه الصلاة والسلام لو تابعنا الاحاديث في الصحاح وفي السنن، اول التشريع في المدينة لما بقى الاذان وحدد المؤذنين عبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن الأول وبلال يؤذن الثاني، ودي ثابتة في الصحاح والسنن. عبد الله بن أم مكتوم رجل أعمى لا يقدر الليل، ما بيقدر الليل، حتى بدل ما ينبه الناس بيقول الناس ينبهوا أصبحت أو أصبحت، بعضهم ضبطها يعني الناس الراجين يؤذن بيجوا يقول يا ابن مكتوم أصبحت أو أصبحت وين أذانك الأول؟ الوقت فات. فلما لقى النبي عليه الصلاة والسلام الشغلة دي حول ابن أم مكتوم جابه الثاني ودى بلال الأول. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي أجعلها في أذانك يا بلال، كان أيام بلال بأذن الثاني، لما بلال نقلوا لي الأول ما شال معه، ما هي ما مربوطة ببلال، مربوطة بالوقت، فبقت هنا دي, دي, دي ناحية ثاني. النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجر رضي الله تعالى عبد الله بن حضور رضي الله عنه في مكة، قال له إذا كانت الأولى من الفجر فقل الصلاة خير من النوم. أول حاجة محظورة في مكة ما كان بيأذن أول أصلا، ما كان بيأذن بالليل ده، فالأولى من الفجر قال له قول الصلاة خير من النوم، نمرة واحد. نمرة اثنين دي قال من الفجر وده قال بليل، الأذان الأول ما اسمه من الفجر يا إخوان، الفجر ما طلع. هاي فقال له الأولى من الفجر، قول فالناس مسكوا الأولى دي وخلوا الفجر، ومن الأولى هو لأنه يجمع الإقامة مع الأذان، باعتبار الإقامة أذان تاني بين كل أذانين الصلاة، الإقامة أذان تاني زي ما قال ابن عثيمين، يعني تكلم عن المسألة دي باستفاضة شديدة والله في الشرح الممتع شرح زاد المستقنع، يعني يا ريت الناس يرجعوا له، فتكلم عن المسألة دي وبين أنه فهم خاطئ ولا معروف عند السلف، فقال أصلا الأذان هو الأول والإقامة الأذان الثاني، البيجي زايد دبسة متالت، قام استدل بشنو؟ قال ما زال الناس يؤذنون للجمعة أذانين. نعم. ما زال الناس يؤذنون للجمعة أذانين حتى جاء عثمان فأحدث الأذان الثالث. عثمان بن عفان هو العمل أذان الجمعة الأول. نعم. الصحابي لما جاء يحكي لنا قال لنا الثالث ده قال جابه عثمان فسموه الثالث، فيبقى الأولى من الفجر باعتبار أذان الفجر اللي هو بعد دخول الوقت. بعدين دي المسألة المقررة يا شيخنا في كل المذاهب، يعني المذاهب الأربعة الصلاة خير من النوم بعد دخول، مش المذاهب الأربعة، الظاهرية اللي بياخذوا ظاهر النصوص عندهم في الثاني، ديل اللي بياخذوا ظاهر النصوص عديل عندهم في الثاني. الصنعاني رحمه الله تعالى، والصنعاني متأخر يا شيخنا، هو قال ذكر ابن رسلان من الشافعية إنه الصلاة خير من النوم
في الأذان الأول اللي هو البدء قبل الوقت. الصنعاني متأخر رحمه الله، ابن رسلان هو إمام في المذهب الشافعي، لكن حتى في كتب الشافعية ما موجود. يعني الصنعاني هو قد اطلع عليه لا شك رجل موثوق يعني، لكن أي يعني الشافعية ما قالوا عندنا روايتين نحن أصلا يعني. فبقت مسألة مقررة في كل المذاهب يعني، حتى ما بناقشوها يعني، النقاش فيها جاء متأخر. فنصر الله يهدينا سواء الصراط. آمين، كتر خيرك يا شيخنا.